صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول عليها فهل لها من عدة؟ وكيف يكون المهر بينهما؟ الله جل وعلا بين هذا، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، والذي يجب لها إن كان قد فرض لها مهر فلها نصفه، فلها نصف المهر، وأما إن لم يكن سمي لها مهر فلها المتعة لأن يعطيها ما تيسر من المال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول: وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فلها نصف المهر المسمى، إذا لم يكن لها مهر فإنه يكون لها المتعة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل على حسب حاله الغني والفقير. نعم.